السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في فيديو جديد من قناة وصفات أم هيثم. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم حبيت نشارك معكم الوصفة أو الأكلة اللي دايرة ضجة حاليا. نقترحها عليكم بمكونات إن شاء الله مضبوطة وطريقة سهلة في التحضير ديالها، فخليكم إن شاء الله مع الفيديو حتى الأخير باش تشوفوا النتيجة كذلك وتعرفوا على جميع أسرار نجاح هذه الوصفة هذه. وقبل ما ندوز معكم للمقادير كيف العادة ما تنساوش تخليوا لايك، تبرتجوا هذا الفيديو في مواقعكم التواصلية، وكيف العادة ما نطولش عليكم ونخليكم مع المكونات وكذلك مراحل التحضير. بالنسبة لمكونات هذه الأكلة غادي نحتاج لها 4 حبات من البيض كيف كتشوفوا، وعندي هنا فلفلة وحدة خضراء وحدة حمراء اللي قطعتهم مربعات صغيرة، عندي هنا كمية من اللانشون أو المرتديلا أو اللحم ديال الديك الرومي المدخن أو التونة باش ما بغيتو تعوضوها عوضوها، أنا هنا قطعتها قطع صغيرة ولا مربعات صغيرة، وعندي هنا كمية من الزيتون الأخضر مقطع اللي ممكن تعوضوه بالزيتون الأسود كذلك اللي بغيتو، عندي هنا 50 غرام ديال الجبن الأحمر المبشور ممكن تعوضوه بأي نوع ديال الجبن بغيتو مع 4 ديال القطع ديال الجبن المثلث، عندي كتوابل ملحة والبزار، نصف ملعقة صغيرة ديال بودرة البصل مع نصف ملعقة صغيرة ديال الزعتر المجفف، كيس من خميرة الحلويات من فئة 8 غرام، كأس ديال الحليب عادي ما يعادل 180 ملي، ونصف كأس ديال الزيت نباتي ما يعادل 90 ملي، وكأسان ديال الدقيق ما يعادل تقريبا 220 غرام. ننتقل معكم مباشرة لمرحلة التحضير ونبداو على بركة الله بوضع البيض أولا في إناء، نضيف ليه الملح والبزار، الملح بطبيعة الحال حسب الذوق، ولكن ما نساوش أن المكونات اللي دايرين في هذه الوصفة كاملين فيهم الملح أولا مالحين. غادي نمزج هذا البيض هكا واحد شوية نهرسو، ونضيف ليه نصف كأس من الزيت النباتي اللي ممكن تخلطوها بزيت الزيتون، وكذلك كأس هنا ديال الحليب، نمزج هذه المكونات مزيان مزيان وعاد نضيف باقي المكونات. صافي من بعد ما مزجت الخليط ديال البيض مع الحليب والزيت مزيان هكا، دابا غادي نضيف ان شاء الله الدقيق، غادي نبدا هنا بالكاس الاول ديال الدقيق مع كيس من خميره الحلويات، وهنا الزعتر يابس مع البصله اللي هما يابسين، ونمزج ونبقى نضيف في الكاس الثاني ديال الدقيق بالتدريج حتى كنتحصل على خليط تماما يعني كثيف بحال ديال الكيك. صافي كيف كتشوفوا هنا كنبقى كنخلط مزيان مزيان حتى ما كيبقاوش ليا الكويرات ديال الدقيق او الحبيبات ديال الدقيق في المزيج، وكنبقى نضيف ما تبقى من الكاس الثاني غير بشويه كيف قلت لكم باش كنتحصل على خليط اللي هو ليس ومنسجم وخالي من الحبيبات او الكويرات ديال الدقيق. صافي هنا ضفت انا الكميه كامله اللي هي كاسان ديال الدقيق، بالنسبه للدقيق دائما فهو نوعيه ممتازه، هنا ما يعادل 220 غرام. صافي من بعد ما كنخلط مزيان حتى كنتحصل على خليط كيف كتشوفوا بحال هكا ثقيل تقريبا بحال الخليط ديال الكيك تماما، ان شاء الله مقادير اللي هي مضبوطه بشرط انكم تستخدموا دقيق اللي هو نوعيه ممتازه. دابا ان شاء الله غادي نضيف باقي المكونات. بالنسبه اليوم انا درت هنا فلفله الخضراء والحمراء اللي هما خضرين وقطعتهم رقاق، ممكن انكم تشحروهم او تقليهم شويه ديال الزيت وتزيدوا عليهم حتى البصله الا بغيتوا. غادي نضيف هنا اللانشون مع الزيتون مقطعين، والجبن انا ندير هنا جبن احمر مفروم، وبالنسبه للجبن المثلث فغادي نخليه ان شاء الله حتى الاخير باش كيبقاو ليا القطع صحاح وباينين. صافي وغادي نجيب هنا الملعقه وغادي نحاول نمزج هاد المكونات مزيان مزيان حتى يتوزعوا ليا مع هذا الخليط اللي درنا في الاول غير بهذا الشكل هذا، يعني جميع القطع توزع ليا في الخليط كامل، الفلافل واللانشون اللي ممكن تعوضوا بالتونه كذلك كتجي زوينه بزاف، المذاق ديالها كيجي زوين. صافي وغادي نجيب المول ديالي ان شاء الله اللي غادي نفرغ فيه هذا الخليط. بالنسبه للمول كيف كتشوفوا انا درت هنا مول زجاجي، ممكن ديروا غير لاطه عاديه اولا دائري اللي بغيتوا،
دهنتو هنا بشويه ديال الزبده ورشيتو بالدقيق، وممكن تفرشوا ليه غير ورق الطهي. بالنسبه للمول عندي انايا الدياميتر ديالو عندي 21 سنتيم على 34 سنتيم. وبالنسبه للمول دائما كيف كنقول كل ما كان كبير الارتفاع كيجي قليل، وكل ما كان صغير الارتفاع كيجي اكثر. دابا ان شاء الله غادي نفرغ هذا الخليط اللي صايبنا في المول. نحاول نوزعو هذا الشكل كيف كتشوفوا، غادي نوزعو على المول كامل. من بعد غادي نجيب واحد السكين باش نقطع هذوك القطع ديال الجبن المثلث المربعات. صافي غادي ناخذ هكا القطع ديال الجبن وغادي نحاول نقطعها مربعات ونوزعها في الخليط. هاد القطع ديال الجبن راه كيزيدوها لذة، كيزيدوها مذاق زوين بزاف. صافي غادي نوزع هاد القطع ديال الجبن على الخليط كيف قلت لكم، غادي نحاول نقطعهم غير هكا يدويا عشوائيا. ونجيب الملعقه كذلك ونحاول ندخلهم في الخليط، ما يبقاوش هكا على الوجه باش ما يتحرقوش لينا. انا الجبن ما ضفتوش مع الخليط من الاول باش ما يعني ما كيتمعش، وكيبقاو القطع ديال الجبن باينين من بعد. صافي وغادي نجيب شويه ديال الجبن المفروم اي نوع، انا عندي هنا غير الجبن احمر اليوم. صافي وغادي نوزعو على الوجه ديالها وندخلها الفران اللي عندي مسخن من قبل، النار مهيله كيف العاده، غادي تكون غير من الاسفل ديالها حتى غادي تطيب. فبالنسبه للوقت غادي تاخذ ما بين 20 حتى ل 25 دقيقه كحد اقصى كيف قلت لكم. الا كان عندكم المول كبير راه غادي تجيكم رقيقه وغادي تاخذ لكم وقت اقل في الطياب، الا كان عندكم المول صغير ف غادي تاخذ لكم وقت اطول كيف قلت لكم في الطياب، والا كان المول كبير غادي تجيكم عفوا رقيقه وتاخذ وقت اقصر في الطياب. هنا غادي ندخلها كيف قلت لكم ما بين 20 حتى ل 25 دقيقه، ومن بعد نهبطها تحمر شويه من الوجه ديالها وتشوفوها معايا ان شاء الله في التقديم والشكل النهائي. وكان هذا هو شكلها النهائي من بعد ما كطيب. فبالنسبة لي أنا فهي خدت 25 دقيقة كاملة، يعني كنخليها 20 دقيقة ما كنحلش عليها باش ما كتنزلش وما كتجيناش معجنة. صافي كنخليها حتى كطيب كيف قلت لكم، خدت معايا 25 دقيقة. كنجربها بواحد السكين كنلقاها أولا تيخرج ليا سكين ناشف تماما بحال الشكل ديال الكيك، ومن بعد كنخليها حتى كتحمر وتاخد اللون الذهبي كيف كتشوفوا. وبطبيعة الحال غادي نقسمها معكم كيف العادة باش تشوفوا الشكل ديالها والقوام ديالها من الداخل. انا غادي نقطع عنها قطع كيف كتشوفوا، وهذا ان شاء الله شكلها من الداخل بالنسبه لهذه الوصفه هذه. فهي كتجي تماما تماما بحال الكب كيك اللي كنديروا مالحين، وفاش كتبرد كتجي المذاق ديالها بحال التورتيه اللي كنديروا بالبطاطس، كتجي خفيفه بزاف كيف قلت لكم، كتجي بحال الكب كيك مالح. بالنسبه لهذه الوصفه هذه فكليتها بارده وسخونه، وفضلت المذاق ديالها بارد على انه سخون، كتجي احسن مذاقها كيجي زوين. ممكن ترفقوها بشوربه كيف قلت لكم، سلطه ولا كويز يالاتي في العشيه. حاجه اخرى كل ما كانت الطبقه يعني رقيقه، يعني لو كان ديروا لاطا اكبر من هذه او لامول اكبر من هذا يعني تجيكم الارتفاع ديالها قليل، المذاق ديالها او القوام ديالها صراحه كيجي احسن. وكذلك كل ما درتوا مكونات اللي هما كثار حشوه يعني اللي هي كثيره في هذا الخليط هذا، كذلك حتى المذاق والقوام يختلف. هادو هما ان شاء الله الاسرار باش تنجح معكم وتجيكم زوينه. وكيف قلت لكم مذاقها وهي بارده كيجي احسن. نتمنى ان شاء الله تجربوها، فعلا هي تستحق التجربه، رائعه جدا، المذاق ديالها زوين بزاف، وتصلح تصيفطوها مع الوليدات المدرسه. الى عجبكم الاقتراح ديال اليوم كيف العاده ما تنساوش تخليوا لايك، تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم وفي مواقعكم التواصليه. الا كنتم من الناس اللي اول مره كيشاهدوا القناه وعجبكم المحتوى فكندعوكم للاشتراك في القناه بالضغط على زر الاشتراك او لا ابوني او لا سبسكرايب الموجود اسفل الفيديو، وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد الفيديوهات. بهذا كنكون وصلت نهايه وصفه اليوم مع وصفات اخرى ان شاء الله. مع السلامه.